التفاصيل الكاملة للساعات الأخيرة في حياة شويكار، وهذه وصيتها. بعد صراع طويل مع المرض رحلت عن عالمنا الفنانة القديرة شويكار بعد أن وفتها المنية اليوم الجمعة عن عمر ناهز 81 عاما. وكانت الفنانة القديرة شويكار قد أصيبت بانفجار في المرارة، نقلت على إثره لمستشفى الصفا، ثم تم نقلها إلى مستشفى الكاتب حيث وفتها المنية بداخله منذ قليل. وقد تحددت جنازتها غدا السبت عقب صلاة الظهر، وسيتم دفنها بمقابر الأسرة بمدينة 6 أكتوبر. وولدت شويكار إبراهيم طوبى صقال في 24 من نوفمبر عام 1938 بمدينة الإسكندرية لأب تركي وأم شركسية. اشتهرت بتقديم العديد من الأعمال السينمائية والمسرحية منذ مطلع ستينيات القرن العشرين، ودائما ما اقترن اسمها بزوجها الفنان الراحل فؤاد المهندس، واللذين قدما سويا باقة متنوعة من الأعمال الفنية. وحول تفاصيل الساعات الأخيرة قبل رحيلها، يقول محمد نجل زوج الفنانة القديرة شويكار فؤاد المهندس إن راحلها توفيت منذ قليل بعد صراع مع المرض داخل أحد المستشفيات بالقاهرة وليست بمنزلها. وأضاف محمد في أول تصريحات له أن راحلها قد تدهورت حالتها الصحية خلال الأيام الماضية، ودخلت على إثرها المستشفى ومكثت به إلى أن وفتها المنية منذ قليل. وأشار إلى أن جنازة الفنانة القديرة شويكار ظهر غدا السبت، وسيتم دفنه بمقابر الأسرة، خاتما حديثه الله يرحمها ويجعل مثواها الجنة. وفي يناير 2017 أوصت شويكار ابنتها بعد وفاتها ألا يقام لها عزاء، وخاصة أنها تكره حالة الهرج والمرج التي تحدث في سرودقات العزاء وتعتبرها مهزلة. واشتهرت شويكار بأداء دور الفتاة الفقيرة صدفة في مسرحية سيدة الجميلة، ونادية في مسرحية أنا وهو وهي، ومن لا تحضره في كثير من المواقف الحياتية جملتها الشهيرة شيء لا يصدقه عقل في مسرحية إنها حقا عائلة محترمة. قدمت شويكار خلال مسيرتها الفنية نحو 178 عمل فني متنوع، وتنوع ما بين المسرح والسينما والتلفزيون، حيث اشتهرت من خلال مجموعة من الأفلام أبرزها أخطر رجل في العالم، شنب في المصيدة، أرض النفاق، سفاح النساء، الكرنك، السقامات، فيفا زلاطة، طائر الليل الحزين، أمريكا شيكابيكا. كما قدمت بعد ذلك العديد من الأعمال التلفزيونية تنوعت ما بين الكوميديا والتراجيديا، منها امرأة من زمن الحب، أواني من جاردن سيتي، بنتي من شبرا، كلام رجاله.